مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج مال وأعمال، معكم إسماعيل حماد. المجتمع الصناعي المصري ملوش سيرة خلال الأيام اللي فاتت إلا عن المبادرة اللي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي المصري بتوجيهات القيادة السياسية قبل أيام، وده كان بهدف دعم الصناعة المصرية. الهدف كان دعم الصناعة المصرية وانتشال المصانع المتعثرة وتحفيزها على الإنتاج وإنهاء كافة أشكال تعثرها. بنتكلم عن حوالي 100 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة بنسبة فايدة 10% متناقصة سنوية. المبادرة دي هيستفيد منها 96 ألف منشأة صناعية في مصر. نتكلم عن مبادرة أخرى، إسقاط فوائد متراكمة على حوالي 5184 مصنع بإجمالي 31 مليار جنيه. الهدف من ده كله دعم ودفع قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة اللي جاية، تحفيز الإنتاج وتشجيع الصادرات. ده كله في إطار المبادرات الحكومية اللي تم إعلان عنها مؤخرا. تفاصيل أكتر عن المبادرتين دول هيكون يعني تركيزنا فيها في الفقرة الأولى النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. طبعا بفكر حضراتكم أننا هنناقش المبادرة الثالثة والخاصة بتمويل متوسط الدخل في فقرتنا الثانية النهاردة من برنامجنا مع الأستاذ محمد سمير، الخبير المصرفي والتمويل العقاري في فقرتنا الثانية. هنبدأ في المبادرة الأولى يا دكتور، والتوقيت مهم جدا، ده حضرتك عارف ان قطاع الصناعه وخاصه المصانع المتعثره كانت بتعاني على مدار سنوات طويله. صحيح. قطاع الصناعه من القطاعات اللي بتشغل عماله، بتزود الناتج المحلي للبلد، بتزود الصادرات وغيره. من حيث التوقيت، هل تعتقد ان التوقيت الحالي في اطلاق هذه المبادره بعد نجاح برنامج إصلاحي قوي وتهيئة المناخ للإصلاح الاقتصادي في الفترة اللي جاية، بص يا فندم، حضرتك شايف المغزى إيه بالظبط؟ طيب بص، خلينا بس نتكلم الأول إنه قطاع الصناعة في أي دولة يعني ترغب في التقدم، بترغب في إنها تحقق معدلات تنموية عالية، بيبقى يكون عندها ساقين تمشي عليهم، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. القطاع الصناعي في مصر بيساهم بحوالي 18% من حجم الناتج القومي الإجمالي. عشان أوصل لمعدلات أعلى، عشان أوصل لتحقيق تنمية حقيقية داخل الدولة، على الأقل أكون في حدود من 25 لـ35، ده الحد الأدنى. من 25 لـ35 إيه؟ في المية من حجم الناتج القومي الإجمالي يساهم فيه قطاع الصناعة. إحنا النهاردة إحنا بنساهم في 18%. طب هو كان قبل كده 18% دي مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي. كنا قبل كده في 2010-2011 كنا بنساهم بحدود 11.5%، إذا هو زاد بحوالي 7% تقريبا خلال 6-7 سنوات الماضية، رغم إن في اضطرابات في سياسية واقتصادية مصر يعني ألمت بها من 2011 حتى منتصف أو نهاية 2014. القطاع الصناعي يعتبر هو قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة بترغب فيه يكون عندها معدلات نمو عالي ويكون عندها تحقيق استقرار اقتصادي عالي. مصر النهارده التوقيت اعتقد ان هو توقيت متميز بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بدا في فبراير 2016 وانتهى مع نوفمبر 2019، واللي مصر حصلت فيه على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعملت اصلاح هيكلي داخل الموازنه العامه بتقليل نسب عجز الموازنه اللي وصلت حوالي 8.4%، وباذن الله متوقع خلال العام المالي الحالي اللي هينتهي في يونيو 2020 ان يكون في حدود 7.2%، وايضا اصلاح على مستوى السياسات النقديه سواء كان تعويم كمان على تحرير سعر الصرف، اصبح الدولار متوفر، بنتكلم عن تضخم، لا بنتكلم كمان على معالجه التعاملات مع المستثمر الاجنبي اللي هو كانت تداول العمله الخاصه به من خلال بيطلق عليه الانتر بانك، بدل من اللي كان الحمايه اللي كانت مفروضه عليه، وده نتج عنه ان زياده حجم استثمارات في مصر من حوالي 3.5 مليار دولار سنويا، النهارده بنصل لحجم استثمارات 7.8 مليار. لكن انا محتاج النهارده يكون هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص داخل مصر، فجاءت هذه المبادرات. احنا كان عندنا مبادره من حوالي 4 سنوات تقريبا
اللي هي مبادرة ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ودي كانت مبادرة من رئيس عبد الفتاح السيسي وتبناها البنك المركزي انه منح هذه المشروعات فايدة حوالي 5%. النهاردة احنا بنتكلم على مبادرة جديدة جاءت في يعني اعتقد انها بتعطي قبلة الحياة للمصانع الموجودة في مصر بشكل كبير جدا، لا سيما ان القطاع النهاردة احنا بنتكلم عن هذه المبادرة واحنا عندنا اكتر من الآلية او اداة جديدة موجودة داخل الدولة المصرية بتعملها. اللي هي ايه؟ عندنا 13 منطقة صناعية جديدة اللي بيتم فتحهم بحوالي 4600 مصنع. عندنا مبادرة دعم الصادرات الموجودة للدولة المصرية اللي قامت فيها انه كان حجم دعم الصادرات حوالي 4 مليار جنيه في الموازنة العامة، النهاردة احنا بنتكلم في نوصل ل 6 مليار جنيه. بنتكلم على سداد او سرعه او تعجيل السداد للمستحقات للمصدرين لحصولهم على دعم الصادرات الخاص بيهم واللي بدات تبنتها الدوله منذ حوالي اكثر من 6 شهور. كل هذه الاليات او الادوات النهارده جاءت هذا المبادره تدعمها، اللي هي ايه؟ ان انا عايز ادعم قطاع الصناعه بشكل جديد. فدعمنا اول مبادره اللي حضرتك تفضلت قلت عليها لها مبادرة ان انا ادعم هذه المشروعات الجديدة سواء كانت مشروعات جديدة او مشروعات ترغب في التوسع، لانه كثير من المشروعات موجودة لديها يعني احتمال او لديها فرصة للتوسع لكن عندها نقص في السيولة عشان شراء الالات والمعدات من الخارج، عندها نقص للسيولة لتمويل ما يطلق عليه رأس المال العامل اللي هو مرتبات الموظفين يعني الخامات. خلينا ناخد المبادرة الاولى اللي هي تسهيلات ائتمانية للمشروعات المتوسطة والكبيرة ب10% متناقصة. يعني ايه 10% متناقصة؟ 10% الفايدة دايما في البنك بتبقى ثابتة. 10% متناقصة يعني الفلات بتاعتها او الثابت بتاعها في حدود 7% تقريبا. النهارده الفايده الموجوده في البنك عادي ايه؟ لو اتكلمنا على فايده البنوك في مصر حاليا بنتكلم في 14% بيضاف لها 1% اعلى رصيد مدين. هل دي نسبه؟ طب معلش اكمل بس الفكره عشان ايه تبقى الامر واضح. النهارده بنتكلم على فايده الموجوده حاليا في مصر عشان نبين بس المبادره الهدف منها ان انا ايسر على الصناع داخل مصر ان انا اوفر لهم مبالغ ماليه بفايده متناقصه وبفايده منخفضه عشان يوفر يجيب الات ومعدات ويوفر لي اكتر من 3-4 حاجات، انه يساعد لي على زياده معدلات التشغيل يبقى هيقلل لي معدلات البطاله داخل الدوله، هيوفر لي منتجات هيتم عرضها فده هياثر بالايجابه على السعر السلع الموجوده في السوق المصري. النهارده بنتكلم على مبادره 100 مليار جنيه هتتاح هيستفيد منها في حدود 96 ألف مصنع قائم ويريد في زيادة يعني في فتح مصانع جديدة وده اللي هيملى بيها المناطق. هل 10% فعلا سعر فائدة منخفض بالنسبة للأسعار اللي بتاخدها المصانع؟ طبعا ما احنا بنتكلم ان المصانع النهاردة او اي حد عايز ياخد قرض داخل البنوك المصرية بيتحصل في حدود بعد تخفيض سعر الفايدة النهاردة بنتكلم في 14.5% ثابتة وليست متراكمة، يعني مركبة، يعني المتناقصة اكبر. المتناقصة أقل. المتناقصة أقل، يعني 10% متناقصة اللي هي تعادل 7% تقريبا أو 7.5% تقريبا، فطبعا فايدة مقارنة بما هو موجود في سعر السوق الحالي للبنوك طبعا أقل بكثير يكاد يكون النصف تقريبا، فده هيساعد المصانع وهيساعد الصناع إنه يزودوا، بس هو الميزة هنا إيه؟ إن الدولة التفتت لحاجة مهمة، إن أنا عايز أدي للمصانع أني مصانع؟ اللي هتفتح مصانع جديدة او هتزود لي انتاج او هتتوسع في الانتاج وهيكون في اولويه للمصانع اللي هي هتكون هتديني منتج يعوضني او يقلل فاتوره الواردات بتاعتي. اذا هي الفكره دعم الانتاج المحلي طبعا، دعم الانتاج المحلي وتخفيض فاتوره الاستيراد، اقلل احجم واقلل فاتوره الاستيراد. النهارده احنا بنتكلم في فاتوره الاستيراد وصلت في مصر حوالي 60 مليار جنيه دولار، متاسف 60 مليار دولار سنويا، النهارده الدوله بتحاول تقللها. طب لما تقللها هنصل لايه؟ هنصل ان معدل
الطلب على الدولار هيقل، ومن ثم هيكون هناك ثبات لسعر الدولار او تخفيضه في المستقبل. يعني احنا هنسمع باذن الله خلال الشهور القادمه لو بدات المبادره واتفعلت ان احنا الدولار كسر ال 15 جنيه، يعني كسر حاجز ال 16 ودخلنا في ال 15 جنيه باذن الله. يعني من ضمن الحاجات اللي تنشيط الصناعه في مصر والتصدير كمان وتحقيق او محاوله تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحليه، مش مساله بس توفير تمويل، لكن طبعا في حاجات لها علاقه بالجودة والمنافسة وخلافه طبعا. قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، رجل الشارع في مصر النهاردة يقدر يشوف هذه المبادرة وانعكاساتها عليه، هل هي انعكاسات مباشرة ولا غير مباشرة؟ وحضرتك تقدر تشرح له ازاي يستفيد المواطن من نتائج هذه المبادرة؟ نتائج هذه المبادرة هتتمثل في حاجتين لرجل الشارع العادي. اولا ان هذه المصانع هتتوسع في حجم المصنع الخاص بها في خطوط الانتاج، وده او فتح مصانع جديده، ومن ثم يعني زياده معدلات تشغيل، يعني توفير فرص عمل قائمه. يبقى رقم واحد توفير فرص عمل. احنا بنتكلم النهارده في 96 الف مصنع يعني متوقع ان هم يتحصلوا على جزء او مبالغ من هذه المبادره. لو كل مصنع هيزيد بعمالة حوالي 100 عامل، فاحنا بنتكلم حوالي اكتر من مليون مواطن مصري هيتوفر ليه فرص عمل. ده واحد. الجزء الثاني وده المهم، ان هذه المصانع هتنتج سلع. السلع دي او المنتجات اللي هيتم عرضها داخل السوق المصري هتعمل ايه؟ هتعمل زياده للعرض على الطلب، يعني هتقلل سعر وهتقلل التضخم وهتقلل اسعار السلع الموجوده داخل السوق المصري. طب هتعمل حاجه ثانيه؟ ان في كثير او جزء من هذه السلع هيتم تصديرها للخارج، فهصدرها للخارج يعني هحصل على دولار مقابل الجنيه، فده معناها ان انا هوفر سيوله او حصيله دولاريه وازود حجم الصادرات المصريه. الصادرات المصريه النهارده بنتكلم انها في حدود 28 مليار دولار. النهارده لو المصانع دي اشتغلت وكان عندي توجه من الدوله ان انا هدعم وهساند المصانع اللي هيكون فيها زياده حصه التصديريه الخاصه بها، فانا ممكن ازود اوصل ل 50 مليار، فده معناها ان انا وفرت حصيله دولاريه جيده للسوق المصري، وده قلل الطلب على الدولار، يعني معنى كده الاسعار والسلع حتى اللي بنستوردها من الخارج هيكون في متناول الايد، والتضخم معدلات التضخم تقل. طيب هي المساله دي وهذه الدائره لما تنخفض اسعار الصرف مستقبلا، ده مش ممكن يرجعنا تاني لفكره الاستيراد يعني بصرف النظر عن الانتاج؟ لا، انا هوفر منتج محلي يواجه اللي جاي من الخارج من الاستيراد. ده بياخدنا بقى للسؤال الجاي، وهي فكره الجوده والمنافسه طبعا. يعني اذا انا بعمل منتج محلي، الدور هنا الحكومه بتعمل دور كبير في تشجيع ودعم الصناعه المحليه. تمام. اذا ما كانش المنتج والمصنع المحلي يكون حريص على انه يعمل احسن جوده ممكنه، مش هيقدر ينافس لا حتى في تصديره للاسواق الخارجيه ولا حتى في السوق المحلي. اذا المساله مش بس واقفه على الاجراءات الحكوميه. طبعا ما يخص الجوده والمنافسه، حضرتك شايف ايه بالنسبه للصناعه المصريه؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه، الصناعه المصريه جزئين، جزء كبير منها هو جزء تجميعي، يعني صناعات تجميعيه قايمة على تجميع منتجات بتأتي من الخارج، وعندنا جزء خاص به اللي هو الصناعة الحقيقية، ويمكن دي واضحة قوي في صناعة المنسوجات، صناعة المفروشات، صناعة بعض الأجهزة الكهربائية موجودة اللي هو أنت بتاخد الخام تصنعه وتطلعه منتج نهائي. بالظبط، ده موجود عندنا. الجودة والمنافسة، احنا الجودة بتاعتنا ليست هي الأفضل والأعظم، لكن على الأقل لدينا ما يطلق عليه هيئة المواصفات القياسية المصرية للجودة، ودي النهاردة شغلها كبير جدا داخل المصانع عشان تصل لأفضل جودة موجودة داخل المصانع، وده بيتم على أرض الواقع. النهاردة لو المصانع اللي هتتحصل على هذه التمويلات من البنوك ما قدرتش تنافس منافسة حقيقية في الداخل والخارج، ده معناها انخفاض حجم مبيعاتها، وبالتالي ده هيأثر على قدرتها على سداد المديونية المستحقة عليها والفوائد، فبالتالي المنافسة أو الجودة الحقيقية داخل هذه المصانع أعتقد هيكون عنصر فارق جدا في عملية قيام أو قدرة هذه المصانع على سداد المستحقات الخاصة بها. ده بالنسبة للمبادرة الأولى. تمام. المبادرة الثانية، وأنا في اعتقاد أن المبادرة الثانية لا تقل أهمية عن المبادرة الأولى، هي مسألة تعويم أو يعني ما يعرف بتعويم المصانع المتعثرة، اللي هي إعادة تشغيلها وإعادة الحياة لمصانع اتقفلت وعليها ديون ومفيش إنتاج. صحيح. بص،
اولا لما بنيجي نتكلم عن المبادرات بنقول والله ان المبادرات دي بحدود 150 مليار لان في مبادره ثالثه اللي هي خاصه بالتمويل العقاري في حدود 50 والمبادره الاولى احنا اتكلمنا عنها في حدود 100 مليار لكن هو الحقيقه ان احنا المبادرات دي هتوفر او دعم من الدوله في حدود 184 مليار ده الاجمالي لان المبادره اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي حوالي 31 مليار 31 زائد 3 مليار وهشرح لحضرتك ازاي المبادره دي الهدف منها ان انا عندي كثير من المصانع حوالي 5182 مصنع المصانع دي 5184 184 مصنع متوقفين عن او عندهم نوع من انواع التعثر وبالتالي في قضايا مرفوعه من هذه المصانع على البنوك والعكس طبعا وطبعا والبنوك رفع قضايا عليهم لان في تعثر وعدم سداد حجم الدين الاساسي الخاص بهذه المصانع حوالي 6 مليار جنيه طب حجم الفوائد المستحقه عليهم في حدود 31 مليار جنيه النهارده البنك المركزي مع الحكومه المصريه اتفقوا على سيناريو معين اللي هو ايه الفوائد والتهميشات واللي كانت موجوده على البنوك على الشركات دي ان احنا كلها تتشال وتتلغي كلها يبقى اذا البنوك يعني هتسترد اصل لا مش الدين. هتسترد البنوك هتمتنع عن تحصيل الفوائد يبقى البنوك كان في ايديها انها تتحصل على 31 مليار هتقول لا والله مش هسترده يبقى ده 31 طب في بقى الجزء الاساسي ان البنك يحصل على 50% فقط من اصل الدين 50% يبقى تنازع من الستة على كام على 3 مليار يبقى البنوك في هذه المبادره في 31 مليار مش هتتحصل عليهم وفي 3 مليار نصف الديون الاساسيه مش هتتحصل عليهم بس طبعا ده وفق ضوابط معينة اللي هي تكون فعلا في تعثر حقيقي للمصنع يكون في قضايا هنعرف من حضرتك كل التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع أعزائي المشاهدين مرة تانية نكمل كلامنا عن مبادرات الحكومية لدعم الصناعة والتمويل العقاري تابعونا مساء الخير أعزائي المشاهدين مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم ونكمل كلامنا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزي عن لتشجيع ودعم القطاع الصناعي والتمويل العقاري دكتور كان سؤالنا قبل الفاصل هي مسألة من سيتحمل تكلفة إعادة إحياء المصانع المتعثرة هو اولا الاتفاق ما بين البنك المركزي من ناحيه بصفته اللي هو مسؤول عن السياسات النقديه داخل الدوله والحكومه ممثله في وزاره الماليه هم وجزء تاني هيتحملوا البنوك اللي هي مشتركه او داعمه لهذه المبادره وهي البنوك الحكوميه او البنوك اللي بتساهم فيها الدوله المصريه بنسب كبيره يعني هيتم ضمها للمبادره اذا ثلاث جهات هم اللي هيتحملوا هذه المبالغ التكلفة الكلفة اللي هي الخاصة بإنقاص وتخفيض الفوائد البنكية على البنوك على مصانع. الشركات والمصانع المتعثرة واللي زي ما قلنا عددها حوالي 5184 مصنع في مصر ودول اللي ما بينهم قضايا ما بينهم بين البنوك او البنوك رفع عليهم قضايا متبادله لكن خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي اولا هذه المبادره يعني اعطت قبله الحياه لهذه المصانع لان المصانع دي اغلبيتها متوقف عن العمل يعني في شركات او مصانع متعثره لكن شغاله بتشتغل بجزء من الطاقه وبياخد بيستنزف جزء من المال الخاص بيه لسداد المستحقات الماليه عليه ورفع قضيه دعوى حساب على البنك اللي هو بياخد منه القرض او البنك رافع عليه قضيه لتعثره وهكذا وفي شركات كثيره جدا ومصانع كده متوقفه يعني المصنع كده زي ما بيقولوا جاب دولفه وقفل وراجل قاعد في البيت وبيدفع الفلوس اللي عليه او رافع قضيه والارض مرهونه والمصنع مرهون والحال واقف طيب انا عندي سؤال معلش في الحته دي يعني التكلفه اللي كانت على او يعني موقفها المصانع دي من انها تقدر تكمل وتشتغل لو شلناها ايه اللي يقدر يضمن ان هذه المصانع بنفس الاداره وبنفس الكفاءات اللي فيها تقدر تشتغل مره تانية طيب هو اولا في ميزه في المبادره دي مهمه جدا ويمكن بعض او كثير من الناس ما التفتش ليها ان المبادره دي بتتضمن سطر واحد مهم جدا او قبله حياه فعلا اللي هي ايه؟ اللي هو ان هذه المصانع بعد خصم الفوائد اللي عليها وانها تسدد 50%
من الالتزامات او اصل الدين المستحق عليه انها يرفع اسمها من الاي سكور او الجداول من السلبيه، من القوائم السلبيه. القوائم السلبيه يعني تقدر تاخد ائتمان من جديد، تقدر تاخد ائتمان من جديد لكن بشروط بقى، يعني ما بشروط جديده تاخد فلوسه يتعثر تاني. طبعا بشروط جديده وبدراسات جدوى وبهيكله جديده لهذه المصانع، لان هيبقى الهيستوري او تاريخ هذه المصانع والشركات موجوده لدى البنك وموجوده على الحاسب الالي، فواضح ان هم تعثروا. كان سبب التعثر ايه؟ القوائم الماليه الخاصه بيهم كانت موجوده، فمعروف هيكلها ايه ومفروض وضعها ايه، فاعاده الجدوله من جديد او اعاده الدعم المالي والتمويل من جديد اعتقد هيكون ليه ضوابط جديده بتحصل على البنك. لكن عندنا ميزه ثانيه، انه النهارده عدد القضايا المتداوله في المحاكم المصريه لا سيما المحكمه الاقتصاديه هيقل وهيتقلص، لانه هيبدا ان البنوك هتشيل القضايا اللي رفعها الشركات والمصانع، ونفس الكلام بالتبعيه المصانع هتلغي القضايا المرفوعه على البنك، ويتم ما يطلق عليه عقد التسويه المبرم ما بين المصنع وما بين البنك. فده معناه انه عدد القضايا هيتقلص وينخفض. ده معناه ايه؟ معناه ان النهارده انا هقدر عدد القضايا في المحاكم هتقل، يبقى الجهد اللي بيبذله القضاة والمحاكم في مصر هيقل، يبقى الجهد اللي بيبذله الشؤون القانونية في البنوك هيقل، أصحاب المصانع والكلفة اللي كانوا بيتحملوها للمحامين اللي بيتم إعطائهم مبالغ عشان يترافعوا القضايا والخبرة كل تستخدم في الإنتاج أفضل طبعاً، طبعاً هتقل. لكن بيبقى طبعاً الدولة عملت مجهود يحترم طبعاً، مبادرة جيدة وفعالة، لكن على أصحاب هذه المصانع أيضاً أنه يكون عندهم التزام أكبر في الفترة اللي جاية بأنهم يرفعوا من الكفاءة، لأن الكفاءة هي دايماً المحور اللي بينجح أي عمل. بص، إحنا مش عايزين نظلم أصحاب المصانع قوي لسبب بسيط. إحنا بنقول لا، هو أصحاب المصانع مش كلهم خدوا يعني في طبعاً جزء خد الفلوس وما قدرش يديروا الإدارة المالية الصحيحة عشان يشغل نفسه ويبدأ يحقق فوائد مالية ويبدأ يسدد منها الالتزامات البنكية. في جزء تأثر بسبب اضطرابات ظروف السوق طبعاً. ظروف السوق. في جزء تأثر بالتعويم. في جزء تأثر بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية اللي حصلت في الدولة. في جزء تأثر بارتفاع الدولار بشكل كبير. وفي جزء ما عندوش سياسات تسويقية صحيحة انه قدر يسوق منتجه. طبعا في جزء كان الجودة والعامل والتسويق الخاص به زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت، انه كان للاسف الشديد منخفض للغايه عنده، فده حصل نقول نوع من انواع الانكسار او الانخفاض في عمليه التسويق، وده ادى ان وجود تعثر. فالتعثر ليه اسباب كثيره. النهارده قيام هذه المبادره، المبادره رقم 2 دي، اعتقد انها جيده جدا ومتميزه، هتساعد على تشغيل اكثر من 5000 مصنع داخل مصر. احنا بنتكلم في 13 منطقه صناعيه الدولة بدأت تعملهم في الأسكندرية والبحيرة والغربية ومحافظات الصعيد ابتداء من الفيوم حتى أسوان، بنتكلم في 13 منطقة، عدد مصانعهم 4600 مصنع. النهارده بتتكلم فقط في مصانع متعثرة متوقفة أكثر من 5000 مصنع، فأعتقد تشغيل هذه المصانع هيساعد على زيادة برضه معدلات التشغيل. خلينا نضم الأرقام على بعضها ونتكلم هنا 5184 مصنع متعثر، وبنتكلم على 96,000 منشأة ومصنع. ده إجمالي عدد المستهدف من المبادرتين الأولى والثانية. لا، المبادرة الأولى بس 96، يعني الأولى. زائد 5184 يبقى كده إجمالي تقريباً 101 إجمالي. ده ممكن يغير إزاي شكل الصناعة في مصر؟ ده يغير خريطة الصناعة في مصر كلها. ده يساعدنا إن إحنا لو هذه المبادرات تحققت على أرض الواقع بفاعلية، ممكن نقول بعد سنة سنتين هيكون لدينا خريطة صناعية جيدة في مصر، هتكون لدينا فرص تصديرية كبيرة جدا، زيادة حجم الصادرات، زيادة معدلات التشغيل بشكل كبير، أيضا مساهمة الصناعة في الدولة المصرية هتتجاوز 25% على الأقل الحد الأدنى ليها في حجم الناتج القومي الإجمالي، هيساعد أنه هيوفر منتج جيد داخل السوق المصري، هيفتح أسواق للمنتج المصري سواء كان في إفريقيا أو في الدول الأوروبية بشكل والدول الآسيوية بشكل كبير. أكيد أن وجود هذه الصناعة أو وجود الصناعات لا سيما الصناعات التحويلية، صناعات البتروكيماويات، الصناعات أو القطاعات اللي الدولة بتستهدفها، وده لازم هنا نحط خط أن يكون لدى وزارة الصناعة مركز تحديث الصناعة قطاعات بتستهدفها خلال الفترة القادمة. لابد من تحليل حجم الواردات المصرية ومعرفة الصناعات اللي أقدر أصنعها، وأيضا يكون في جزء من هذه المصانع اللي هيتم تمويلها سواء في المبادرة الأولى أو المبادرة الثانية، أن تكون هذه المصانع بتنتج سلع رأسمالية أو
منتجات وسيطة بتدخل في صناعات أخرى. طيب أنا عندي سؤال يعني طبعا. يقسم إلى ثلاث أسئلة طبعا. لو حطيناه تحت عنوان هو فكرة دعم وتنشيط القطاع الصناعي في مصر، وده لتلبية الأهداف الطموحة للتنمية في مصر وتحقيق معدلات نمو تعود على المواطن في الآخر. السؤال الأول، ما قدمته الحكومة للقطاع الصناعي؟ حضرتك تقول لنا أبرز اللي قدمته الحكومة خلال الفترة اللي فاتت للقطاع الصناعي. السؤال الثاني وهنمشي فيهم واحدة واحدة مع بعض، ماذا يحتاج لسه القطاع الصناعي؟ إيه الحاجات لسه محتاجها من الحكومة؟ والسؤال الأخير هو ماذا يجب على المصنع أو المستثمر لزيادة العملية الإنتاجية في مصر؟ هو الثلاث محاور. المحور الأول، إيه اللي قدمته الحكومة ككل بقى على مدار الفترة اللي فاتت؟ اللي قدمته الدولة المصرية يعني لقطاع الصناعة توفير الطاقة بشكل كبير للصناعات أو للمصانع بشكل الفترة الماضية. احنا كنا بنتكلم في السنوات الماضية من 2011 حتى بداية 2014 كان لدينا قصور شديد في حجم، كانت خطوط إنتاج بتنزل لأقل من نص، كمان أقل من نص، ويمكن بيشتغلوا بأرضية واحدة وأرضيتين مقفولة. فتوفير الطاقة، توفير الأراضي الصناعية بشكل كبير، والنهارده بقى يطلق عليه الحجز الإلكتروني للأراضي الصناعية وتوفيرها في كثير من المناطق الصناعية، توفير المرافق للأراضي الصناعية بشكل كبير، أيضا المساندة والمساعدة من خلال الاتفاقيات اللي وقعتها الدولة المصرية سواء مع الدول الإفريقية، مع دول جنوب شرق آسيا، مع الدول الأوروبية في المبادلات التجارية وزيادة حجم الصادرات المصرية، ساعد وساهم في حجم الصناعات الصناعات التصديرية للدول الأوروبية بشكل والدول الإفريقية بشكل كبير خلال الفترة الماضية. فده ما قدمته الدولة المصرية خلال، ده جزء مما قدمته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية. وأيضا ده بخلاف بقى تهيئة المناخ الاقتصادي ككل من خلال برنامج إصلاح اقتصادي، يعني لا، وغير بقى ما يطلق عليه توفير البيئة التشريعية. يعني احنا عندنا قانون 15 سنة 2017، قانون هيئة التراخيص الصناعية، ده خفض فترة الحصول على التراخيص الصناعية من 3 سنوات وخمس سنوات، وكانت بتحتاج 87 موافقة، النهارده انخفضت لايه؟ اقصى حد شهر 30 يوم تحصل هذه المصانع على ترخيص. ده قلل وقفل باب فساد كبير جدا، ورفع مصر في التقرير التنافسيه العالميه. طيب يعني خلينا نروح للشق الاخير، وهو ايه اللي المفروض الشق الثاني هنتكلم يعني للاسف وقت طيب فقرتنا انتهى، لكن خلينا ناخد الجزء المهم برضو، ماذا يجب على اصحاب المصانع في نقاط سريعه عشان وقت الحلقه؟ ما يجب على اصحاب المصانع حاليا هو الحصول على هذه التمويلات بشكل جيد، يكون لديهم دراسات الجدوى الجيده لعمل لقيام المصانع الخاصه بهم، البحث على قطاعات صناعيه جيده تستطيع انها توفر فرص عمل وتستطيع انها يكون لها حصه في السوق المصري، انه ايضا يكون لديه إدارة مالية جيدة للمصانع الخاصة به. دكتور عبد النعم السيد، أنا بشكر جدا حضرتك على تشريفك لنا في الاستوديو النهاردة. وأعزائي المشاهدين، فاصل قصير وهنرجع لحضراتكم مرة تانية علشان نتكلم عن مبادرة التمويل العقاري في الفقرة القادمة من مال وعمال، انتظرونا. مساء الخير مرة تانية أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم نكمل كلامنا عن المبادرات اللي أعلنتها الحكومة قبل أيام. اتكلمنا قبل كده عن مبادرة دعم الصناعة الوطنية في الفقرة الأولى من الحلقة، وفي الفقرة دي بنتكلم عن المبادرة الثالثة والخاصة بتمويل وحدات إسكان الأسر المتوسطة أو إسكان متوسط الدخل من خلال برنامج تمويلي بقيمة حوالي 50 مليار جنيه، وده تقريباً تم بعد الدعم الهائل والضخم لمشروعات إسكان محدودي الدخل الفترة اللي فاتت، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة لتطوير العشوائيات وغيرها من المشروعات اللي ضخت فيها الدولة اهتمام كبير وتمويل أيضا كبير. برحب بضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد سمير، الخبير المصرفي وخبير التمويل العقاري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. من ضمن الأخبار اللي بتكون مهمة بالنسبة للسادة المشاهدين والمواطنين في مصر هو ما يتعلق بالتمويل العقاري، أكيد. لأن حلم الشقة دايما هو حلم الجميع. على مدار الفترة اللي فاتت الدولة قدرت أنها توفر عدد كبير جدا من وحدات لمحدود الدخل، والبنوك طبعا اشتغلت في تمويل المواطنين للحصول على هذه الوحدات،
لكن النهارده بنتكلم عن مبادره جديده بمبلغ كبير جدا، هو 50 مليار جنيه لتمويل شريحه متوسطي الدخل. من وجهه نظر حضرتك شايف ازاي هذه المبادره ممكن تساعد الاسر متوسطه الدخل في الحصول على سكن ملائم خلال الفتره الجايه؟ الحقيقة ده بيجي متماشي مع خطة الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأته في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكان من ضمن طبعا الشروط الخاصة بصندوق النقد الدولي وجود مبادرات اجتماعية بتهدف لحماية فئات مختلفة من المجتمع والفئات الأكثر احتياجا. والحقيقة ان ده ما كانش هيتحقق على الأرض لولا وجود إرادة سياسية قوية من السيد الرئيس والحكومة كمان والقطاع المصرفي ممثل في البنك المركزي بطرح مبادرة التمويل العقاري لمحدودي متوسطي الدخل في عام 2014، يعني قبل بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بحوالي سنتين. على رقم أضعاف طبعا احنا ما هو ده اللي ادى بقى النهارده ان احنا نوصل لارقام كانت غير مسبوقه في قطاع التمويل العقاري منذ صدور القانون في 2001. فاحنا وصلنا لان الشريحه الاولى كانت من المبادره اللي تم طرحها في فبراير 2014 بقت ب 10 مليار، وبعدين المرحله الثانيه منها كانت 10 مليار ثانيه، ليصل اجمالي اللي تم طرحه لمبادره محدودي متوسط الدخل 20 مليار. من هنا ارتأت الحكومه والجهاز المصرفي والبنك المركزي ان يقوم بطرح واعاده احياء لنشاط التمويل العقاري مره ثانيه من خلال المبادره الجديده اللي مزمع ان شاء الله طرحها خلال الايام القادمه. يعني تفاصيلها بالكامل، لكن احنا عندنا شويه تفاصيل مهمه بتهم المواطن، وهي سعر الفايده واجل التمويل. يعني بنتكلم في 10% فايده تقريبا متناقصه ولا ثابته؟ متناقصه، وبنتكلم على تقسيط على 20 سنه. صح. يعني دي اهم نقطتين، ويمكن حضرتك طبعا ادرى بهذه الامور، ان المواطن بيهتم بسعر الفايده واجل القسط. يعني بالظبط، وزي ما حضرتك ذكرت كده ان النهارده برضو المبادره الاولى هي نفس مقاربه لشروط المبادره الثانيه، ولكن الجديد في المبادره الثانيه ان هي بتغطي شرايح اكتر من المجتمع. شرايح سواء كانت شرايح فئات من اللي موجودين سواء موظفين او مهن حره او اعمال حره، وفي نفس الوقت كمان بتغطي شرايح جديدة من الدخول مع مساحات جديدة للوحدات السكنية بتوصل لغاية 150 متر طبقا لما تم الإعلان عنه مسبقا. وبيتراوح النهاردة السعر الوحدة ما بين مليون لثلاثة مليون، ده طبقا للتصريحات الصحفية اللي كانت موجودة من خلال غرفة التطوير العقاري اللي تبنت المبادرة دي مع البنك المركزي. شايف ان الإجراء ده هيقابله من ناحية تانية طلب كبير من المواطنين على التمويل العقاري الخاص بمتوسطي الدخل؟ الحقيقه ان احنا عندنا طلب كبير جدا على قطاع الاسكان بوجه عام في مصر، لان لكن احنا الفتره اللي فاتت كان عندنا اسعار فايده مرتفعه، فلما نيجي النهارده نحط مبادره بهذا الشكل وبهذا السعر الموضوع بيختلف. يعني ممكن ما تلحقش على الطلبات المستهدفه. يعني هو الفكره ان زي ما قلت لحضرتك في تملي طلب على الاسكان في مصر على مختلف انواع الشرايح. اللي حصل تباطؤ في النصف الاول من 2019 في سوق العقارات ده كان لشريحه محدده في المجتمع. النهارده احنا بنقول الطلب موجود على الاسكان المتوسط وعلى اسكان محدودي الدخل. اللي تقريبا الدوله غطت يمكن في اسكان محدودي الدخل اكتر من 600 او 700 الف وحده سكنيه تم طرحها، وتم تحديد او تخصيص حوالي 280 الف وحده سكنية، وما زالت وصولا لمشروع المليون وحدة سكنية خلال إن شاء الله السنتين القادمين. هنا إحنا بقى بنستهدف شريحة جديدة يمكن السوق والمطورين العقاريين ما كانوش بيستهدفوها في المقام الأول من خلال طرح وحدات سكنية بتتراوح ما بين 100 متر ل 150 متر. فأكيد طبعا الطلب هيبقى عالي لأن ما تمش استهداف الشريحة دي بالشكل المطلوب حتى في المبادرة الأولى اللي كانت تركيزها في المقام الأول على محدودية. يعني من خلال عملك في القطاع المصرفي وتحديدا التمويل العقاري، عايزك تديني يعني والسيد المشاهد طبعا خلاصة هذه التجربة. شفت ازاي اقبال الناس على هذا المنتج التمويلي المهم، وهل في اقبال، وايه اهم المشاكل اللي بتقابل المواطن علشان ينتبه لها ويحلها؟ طيب، هو من ناحيه الاقبال خلينا نتكلم بالارقام. قبل صدور المبادره في 2014 كان حجم التمويل العقاري اللي يتعدى في مصر حوالي 6 مليار جنيه. النهارده احنا بنتكلم حجم محفظه التمويل العقاري في القطاع المصرفي لمبادره البنك المركزي حوالي 28 مليار ونص، ودول لا يزيدوا عن 1.5%. يعني طلعنا من 6 ل 28 مليار من اجمالي محفظه القروض. الكلام ده في 3 سنين، يعني تضاعفنا يمكن مرتين من اجمالي التمويل العقاري كله في مصر. فده بيبين لحضرتك اهميه الطلب اللي موجود على التمويل العقاري في مصر. النقطه الثانيه، المشاكل الحقيقيه المتعلقه
متعلقة بالمنظومة ككل والاستثمار العقاري لا تتعدى موضوع الملكية العقارية وبعض الأمور الأخرى اللي جاري حلها على أرض الواقع بالتعاون مع كل الجهات. لكن زي ما نرجع تاني حتى لو حيدنا مسألة الملكية العقارية، لو بنتكلم على المدن الجديدة وانت رايح بتاخد من الجهاز وحدة جديدة، بتلاقي ناس بقى مش عارف الفرق ما بين انه يكون مهن حرة او انه يكون موظف حكومي او موظف قطاع خاص. ايه المشاكل اكتر الاوراق اللي بتكون ناقصة عند المواطن وهو جاي ياخد التمويل وبتمثله عقبة؟ احنا كفكر نقدي او مجتمع موجود، المجتمع بيتحرك تملي بشكل نقدي واحنا بنتحول دلوقتي لمجتمع غير نقدي. فده تملي بيغطي عندنا قطاع ما كناش شايفينه خالص، قطاع غير الرسمي موجود. من خلال التعامل من بدرات الدولة زي المشروعات الصغيرة المتوسطة والتمويل العقاري جالك من غير ورق، ابتدينا نحوله بقى لقطاع رسمي ونقول له الشروط ونقول له المستندات المطلوبة عشان يقدر النهاردة يبقى عنده مصدر من مصادر الدخل، واحنا كجهات تمويل نقدر نطمئن على ان احنا قادرين على التمويل. بتلاقي استجابة كبيرة من هذه الشريحة انه يبدأ يعني يمشي صح ويحط الورق السليم علشان يقدر يتعامل مع هذه المبادرات والسفينة. طبعا واحنا بننشر الثقافة دي باستمرار من خلال جهات تمويل وثقافة الشمول المالي والاسبوع المالي العربي اللي بنظمه البنك المركزي بنشارك فيه طبعا بكل قوه. طيب يعني توفير الوحدات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع هي مسألة بالفعل إيجابية، لكن خلينا نتكلم على الشق الآخر، ما هي استفادة القطاع العقاري نفسه بقى، المطورين العقاريين والشركات اللي بتبني المدن الجديدة والعقارات بصفة عامة، كيف ستستفيد أو ماذا سيعود عليها من هذه المبادرة؟ طبعا أولا القطاع العقاري في مصر عموما وجزء منه القطاع التمويل العقاري بيمثل حوالي 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة. النهاردة المطورين العقاريين ما كانوش بيستهدفوا شرائح الإسكان المتوسط، مع المبادرة التي تم تنسيقها مؤخرا مع وزارة الإسكان من خلال شعبة الاستثمار العقاري هيبقى فيه طرح الأراضي 70% إسكان حر 30% إسكان اجتماعي، فده هيبتدي يدي مساحات من 80 ل 100 متر النهاردة موجودين خلال السنتين الثلاثة الجايين يغطوا كل الاحتياجات. فده هينشط القطاع وهينشط المطورين إنهم يتجهوا للفئة المستهدفة اللي كان عليها طلب كبير جدا وما كانش حد بيغطيها في السوق العقاري. وطبعا بالتبعية ده مرتبط بكل الأنشطة الأخرى اللي بيجرها معاه قطاع الاستثمار العقاري. احنا بنتكلم في أكتر من 80 مهنة بتخدم على قطاع الاستثمار مهنة العقاري، مهنة وصناعة وحرفة وحرفة بالظبط. الحكومة أولت اهتمام كبير ب زي ما قلنا في أول الحلقة بمحدودي الدخل من حيث مشروع الإسكان الاجتماعي الضخم اللي اتعمل خلال الفترة اللي جاية واللي ما زالت الدولة بتكمل فيه. كمان بالإضافة لده كان في مشروع تطوير العشوائيات. طبعا هل كانت أبناء الطبقة المتوسطة في حاجة إلى دعم هم أيضا؟ دعم بس طبعا بآليات وأشكال مختلفة. يعني احنا مع برنامج السيد الرئيس النهاردة للقضاء على العشوائيات اللي أعلنه في شهر أغسطس 2014 بتنفيذ 160 ألف وحدة لسكان العشوائيات بقيمة 14 مليار جنيه. ده يمكن كان القصة المرتبطة بالعشوائيات تلاها على طول مبادرة البنك المركزي المحدود الدخل. لكن الشريحة المتوسطة ما كانتش مستهدفة في المقام الأول نظرا لارتفاع شرائح الدخل ونظرا لارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة، فعشان كده يمكن صدرت المبادرة دي عشان تولي اهتمام كبير وعلى وجه الخصوص لمبادرة أو لشريحة متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل اللي هيتم التعامل معها المرحلة اللي جاية إن شاء الله. لو حبينا نتكلم على أهم الشروط العامة، طبعا لسه ما جاتش تفاصيل مبادرة التمويل العقاري اللي أطلقها البنك المركزي بتعاون مع الحكومة، لكن من خلال طبيعة عملك كمتخصص في المجال أهم الشروط والقواعد العامة اللي بتتبعها البنوك في منح التمويل العقاري للفئات المختلفة. احنا بنتكلم على جهات التمويل العقاري في مصر عموما بتنقسم لشركات وبنوك. بينظمها تشريع قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديل القانون 55 لسنة 2014. التشريع بينص على ان احنا بنقدر نمول كجهات تمويل حتى 90% من قيمة العقار، بنقدر ندي فترات سداد بتتراوح من 10 ل 15 سنة بسعر عائد تنافسي بيختلف طبقا لكل جهة تمويل وتكلفة الأموال اللي موجودة عندها. بنقدر نغطي كل شرائح المجتمع سواء كان موظف أو زي ما احنا قلنا مهني أو إن هو عمل حر. بنقدر نقول إن في مستندات خاصة بكل فئة زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو زي شهادة محاسب قانوني، كشف حساب بنكي، شهادة مفردات راتب من جهة العمل. في نفس الوقت احنا دي كلها لازم
كلها طبعا بتبقى شروط الغرض منها تحديد القدرة المالية للعميل على سداد الالتزام، لان ده يمكن البرنامج الوحيد اللي بيوصل لفترات تتراوح لغاية 20 سنة. انا عايز اعرف ان علاقة طويلة الامد بالظبط كده. القانون كمان بيدي مميزات لعميل التمويل العقاري انه النهاردة بيمتلك عقاره من اول يوم، فالعقد بيطلع باسمه، يقدر يأجره ويحول قيمة الايجار لنوع من انواع الاستثمار يسدد منها الاقساط. في تخوف عند البعض من مسألة التمويل العقاري، انه يقولك لا الشقة مرهونة للبنك وانا ممكن في اي لحظه يطلعني يعني المساله دي بتمشي ازاي في التمويل العقاري؟ الحقيقه ان احنا بالنظر للارقام اللي معلنه من الجهات الرسميه احنا ما عندناش تعثر او نسب تعثر موجوده لحد دلوقتي، الا يعني تكاد لا تكون لا تذكر في منظومه التمويل العقاري. محدش بيطلع من الشقه وقطاع المصرف، ما بتطلعوش الناس من الشقه. لينا بعد اجتماعي طبعا مهم، لان القانون قال ان الضمان الرئيسي عندي هو العقار الممول، فانا ما باخدش اي ضمانات اخرى من العميل. ولكن حالات التنفيذ على العقار لا تتعدى يعني حالات تعد على اصابع اللي هو مش عايز يدفع خالص ده بقى اللي احنا خلاص استنفذنا معاه كل الطرق، لان بيبقى عندنا برامج كمان تغطيه تامينيه بتغطي مخاطر عدم السداد، سواء كان عن وفاه او حادث او توقف عن السداد نتيجه ان العميل سب العمل بتاعه بيدور على فرصه عمل تانية، فكل ده بيغطى بتغطيات تامينيه وبرامج موجوده باستمرار. فبيبقى اخر سبيل بتلجا له جهات التمويل ان هي النهارده تسترد العقار وتطلع العميل اللي موجود فيه، لان دي في الاخر فلوس مودعين. والقانون في نفس الوقت بيحميه، لانه حتى لو حصل الاجراء ده بيتم بيع الوحده وبيسترد باقي الثمن كمان اللي هو سدده في الأرض. طبعا وكمان زياده عليها ربح، يعني لو النهارده هو خدها من فتره زمنيه واتباعت وحققت سعر اعلى هو بيسترد الفرق، وجهه التمويل بتتقاضى المبلغ. لكن ما اعتقدش ان المشاكل دي بتواجه اصحاب التمويل طويل الاجل، يعني لو بنتكلم عن تعثر اعتقد بتكون اكتر في اللي بياخد في سنتين ثلاثه بيسدد اقساط او في 5 سنين، لكن اللي هيدخل في برنامج على 20 سنه بتكون طبعا الاقساط يعني زي بالبلدي كده مرتاحه يعني. أكيد، بس هي الفكرة إحنا ما بنقيسهاش بهذا الشكل، إحنا المهم بالنسبة لنا الدراسة الائتمانية للعميل ومدى قدرته على سداد الالتزام الشهري وفقاً لدخله. وفقاً لدخله ومصادر الدخل بتفرق بقى والشريك في التمويل. بتفرق بقى مسألة تحويل المرتب على البنك من عدم تحويل المرتب في لا دي في كلها بتبقى برامج داخلية في جهات التمويل العقاري بيديها بعض المميزات، ممكن النهاردة يزود له نسبة التمويل، ممكن يخلي له سعر العائد أقل، ممكن يعمل له تخفيض في المصاريف الإدارية، لكن في كل الأحوال احنا بنتحرك في إطار تشريعي موحد هو اللي بينظم آلية ومنظومة التمويل العقاري ككل. 10% دي رقم كبير؟ طبعا، يعني 10% يعني 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 غالي ولا جيد؟ رخيص. احنا بنتكلم النهارده لو حولناها لفايده ثابته عشان تبقى يعني في تقارب. التمويل العادي بكام في الميه؟ المشاهدين احنا النهارده البرامج التمويل العقاري للافراد العاديه بتتراوح النهارده ما بين لو اتكلمنا فايده ثابته ما بين 11 ل 13 او 14%. ده دي ثابته؟ دي ثابته. بنتكلم بقى في البرنامج بتاع متوسطي الدخل بنتكلم 6.5 كده فايده ثابته، يعني الضعف تقريبا. فعشان كده الدوله مدعمه، يعني تخفيض 50% على اسعار الفايده العائد اللي موجود دلوقتي للافراد، بس مع شروط محدده. يعني خلينا برضو النهارده نقول ان البرامج اللي متاحه في السوق المصري هي بتمول الوحدات التجاريه واداريه وسكنيه، فهي بتغطي كل الاحتياجات الخاصه بالعقار. مبادره البنك المركزي بتستهدف شريحه خاصه بالوحدات السكنيه على شريحه محدده من الدخل وسعر محدد او سقف لسعر الوحده السكنيه المرتب مولها. تخفيض الفايده على مدار الفتره اللي فاتت ازاي اثر على يعني على مسألة التمويل العقاري بصفة عامة في مصر؟ حرك السوق طبعا بوجه عام، واحنا لاحظنا ده على الأرض وابتدينا نلاقي ان العملاء ابتدت تقبل نتيجة انخفاض سعر الفايدة ان هي تستثمر في العقار، لانه بيعتبر على مر السنين بالنسبة للمستهلك المصري هو مخزن آمن للقيمة. فهو تملي بيبص للعقار أول حاجة بغض النظر عن أي نوع من أنواع الاستثمارات الموجودة التانية. وده أدى الإقبال على التمويل العقاري، لأن هي فكرة التمويل العقاري حتى في القانون بيطلق على العميل اسم المستثمر. مستثمر يعني هو بيستثمر جزء من وقته وماله في سبيل الحصول على العقار ده. يمكن يعني في النقطة دي تحديدا وفكرة انه مخزون للقيمة وخلافه، اعتقد انه يعني من الافضل ان احنا نوصل لمرحلة ان اللي بيشتري واحدة عشان يسكن فيها مش عشان يسقعها وتفضل لفترة طويلة مقفولة. ما احنا عندنا مشاكل ان في وحدات عقارية كتير ناس اشتريتها ومسقعينها وفاضية لحد النهار. هو الحقيقة ان ده توجه عالمي، ما نقدرش احنا نخرج بره الاطار الاقتصادي العالمي في ان انت تستثمر في عقار ويبقى نوع من انواع الاستثمار. بس اللي احنا بنطلبه ان يكون في توازن في السوق في المرحلة الحالية، مع كمان الاخذ في الاعتبار ان احنا عندنا عجز تراكمي امتد على مدار السنوات اللي فاتت لاكثر من 2 مليون وحده سكنيه بس. هنروح لنقطه ثانيه وهي لها علاقه بالاصلاح الاقتصادي. هل حضرتك شايف ان اطلاق مبادره زي دي النهارده
هي احدى ثمار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي؟ طبعا، يعني زي ما ذكرنا في بدايه الحديث ان بدا برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي عموما في 2016، يمكن بنهايه 2019 احنا هنبتدي نجني الثمار حقيقه بشكل كامل من عام 2020، لان الفكره الرئيسيه بتكمن في ان احنا نغطي النهارده كل ما هو مرتبط بالعقار في مصر، ونحاول نعيد تنظيم السوق عشان نقدر نطلع بمعدلات نمو مرتفعه، ودي اللي بتنعكس دلوقتي على القطاع. قبل ما نختم حلقتنا عندي سؤال اخير، وهو ايه تقييمك للدور اللي بيلعبه صندوق التمويل العقاري في السوق؟ خليني احول السؤال لاجابات بارقام. احنا بنتكلم في 277 الف عميل تم تخصيص وحدات سكنيه ليهم، حوالي النهارده 28 مليار ونص حجم التمويل العقاري، منه مليار ونص مقدم من شركات التمويل العقاري، جاري تنفيذ حوالي 600 الف وحده سكنيه في اكثر من 14 مدينه. وبالتالي النهارده الدور اللي بيلعبه صندوق التمويل العقاري بجانب الدعم النقدي اللي بيقدمه للعميل اللي ارتفع من 25 الف ل 40 ألف جنيه. في نهاية حلقتنا النهاردة أستاذ محمد سبير خبير التمويل العقاري والخبير المصرفي، أهلا وسهلا، شرفتنا في حلقتنا النهاردة، بشكرك على هذه المعلومات اللي وفرتها للسادة المشاهدين، وبشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع والمتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة من مال وأعمال، تابعونا.